عسلامة، مرحبا بكم في كوجينة اليوم. اليوم باش نشوفوا كيفاش نعملوا عشاء ساهل وبنين وسورتو خفيف. دونك عشاء بنين انا معناتها فيم جاري، اما المره هذه باش نعمل شوربه نتاع بسباس. باش تشوفوا اللي البسباس زاده نجموا نطيبوه شوربه ويجي بنين وبنين برشا. ومعاه باش نعملوا ميلفاي، اما ماناش باش نستعملوا بات فيتي، باش نسهلوا علينا الحكايه وباش نستعملوا الاوراق نتاع البريك. اما توتسويت نمشيو للشوربه نتاعنا اللي هي بالبسباس. بالزيت نجمه باش نقلي الخضره نتاعي، دونك نحط كميه نتاع زيت. باش ناخذ اول حاجه البسباس ونقصه تريفات صغار، نحط البصل نتاعي ديما نقليه وحده، كعبه بصل مقصوصه جيده. اول حاجه نخليها تتقلى مليح في الزيت، وتوا البسباس، الملح، الفلفل الاكحل، والسكنجبير نتاع ايبيسي سافور. هوني باش نحط بالمغرفه اللي داخل الخضره نتاعي باش تسيب في راحتها. باش نزيدوها برشا بنة مش حتى شويه، باش نحط لها الكالبويون اللي حليته في شويه ماء. باش نعطيكم اون دوزيام روسيت، قلنا باش نعملوا ميلفاي. ميلفاي ماناش نعملوه بالبات فيتي، باش نعملوه على الطريقه السهله. ولا كيفاش نعملوا من ديسير ساهل ما في حتى شيء، ثلاثه ولا اربع مكونات نخرجوا حاجه بنينه ومزيانه. شنو خذيت؟ خذيت وريقات نتاع ملصوقه كيما هكايا، نقصوهم بالمقص. نحب يبدا عندي مثلثات، باش نحطهم هوني نقلبهم. ريت يبداو هما بومبي من شيره، نحطهم من الشيره الاخرى باش هكاك ما يطلعوليش في الفوق. هذه المرحله مهمه، لازمنا الزبده. وتوا نحطوا لهم كميه باهيه نتاع زبده باش يتقرمشوا مليح. نحط شويه سكر مش برشا. وتوا الفرن تاعي سخون في 200 درجه باش ندخلهم لمده 7 دقائق. باش نعمل الكريمه نتاع الميلفاي، هوني باش ناخذ الكريم فاني نتاع سمارت شيف، زوز مغارف نتاع سكر، وعليها نص إيطرة حليب، شوية عطر، شوية ريفات ميدالينا من هكا، اللوز نتاع إيبيسي سافور المهروش نحطو شوية زادة عاد قرميشة، وهكا نكونو يا جماعة في كوجينة اليوم. عملنا أن ديسير وعملنا اون انتري تنجم تكون عشاء للعباد اللي يحبوا ياكلوا حاجه خفيفه في الليل، حاجه بنينه، حاجه مش غاليه، وحاجه سورتو سهله تنجموا انتم تعاودوها في دياركم وتخليوا لنا لي كومونتير نتاعكم. انا يا جماعه ما بقى لي كان باي باي، في لامان على بروشين.